السلام عليكم. طبعا معظمنا متعود ان حروف الجر بتيجي مع الافعال بس، ولكن النهارده هنستخدم حروف الجر مع الاسماء وكمان قبل الاسماء. النهارده معايا حرف الجر on، اقدر استخدمه وبعده noun، زي مثلا ما اقول on purpose. on purpose، on purpose يعني متعمد او عن قصد. يعني لما اقول I think that car hit the boy on purpose، اعتقد ان السيارة دي خبطت الولد متعمدة أو عن قصد. I think that car hit the boy on purpose. On purpose. وممكن كمان نقول on any account. On any account. On any account معناها تحت أي شرط. On any account. مثلا ناخد example. She tries to meet him on any account. هي بتحاول تقابله تحت أي شرط. On any account. وممكن كمان أقول on fire. On fire. ناخد example. My neighbor's house was on fire yesterday. My neighbor's house was on fire yesterday. بعد الشر عننا كلنا لا قدر الله، منزل جيراننا كان مشتعل بالنيران أمس. On fire. On fire. وساعات بنشوف ناس كده تحس إن هم مش مظبوطين، مش طبيعيين، بتقول عليهم شاربين حاجة، بنسميها on drugs. On drugs. On drugs يعني تحت تأثير المخدرات. ممكن نقول example. He is abnormal. I think he is on drugs. He is abnormal. I think he is on drugs. هو شكله مش طبيعي. أعتقد إن هو شرب حاجة أو تحت تأثير المخدرات. بكده نكون خلصنا حلقتنا، وإن شاء الله في حلقات جاية نكمل مع بعض on plus nouns، on زائد الأسماء. شوفكم على خير. Thank you for watching and bye bye.